اكو شخص ممكن يضيع فرصة عمره. أبغى يضيع محفظته. لا، يضيع فرصة عمره، اكو شخص ممكن يضيع فرصة عمره، واكو شخص ممكن انه هو ينتظر فرصة عمره، بس احنا ما سامعين انه شخص ياكل فرصة عمره. ياكلها؟ ياكلها. بالله شوفينا شو راح ياكل. خليني اشرح لكم هذه التفاصيل، كل شيء سامعين انه ينتظر فرصة عمره شخص تفوت عليه فرصة عمره، لكن ياكل فرصة عمره، هذه مصايرة وصارت ويا الشاب النيجيري. اللي كان دا يصيد نوع من الأسماك وصاد سمكة ما يعرف يعني تفاصيلها وما يعرف شنو النوعية مالتها، بس هو كلش فرح، ولأنه هذا الإنسان كلش كريم، كل اللي سواه أنه أخذ هاي السمكة وصور وياها سيلفي أو نزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها طبعاً كلهم عزم أصدقائه وكلهم أكلوا من هذه السمكة، وهو ما كان يدري أنه هذه هي فرصة ذهبية، وهو ضيع فرصة عمره، لأنه كان بإمكانه أنه هو يبيعها ب 2.6 مليون دولار، وبدل من ذلك قرر أنه هو يأكلها مع رفاقه وأصدقائه. طبعاً اللي صار أنه الصياد النيجيري اللي ينحدر من طبقة أندونية نيجيرية تحولت هذه الصيدة مال السمك من ليلة وضحاها إلى نكتة تداولها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان أسوأ خلينا نقول خبر بهذه الفترة، لأنه هو ضيع فرصة عمره، هو أكل نوع من الأسماك اللي يقدر سعره فوق 2 مليون دولار، وكل اللي سواه أنه عزم أصدقائه حتى يأكلون كلهم سوا بهذه السمكة. تخيلوا نفسيته هسه شلون صارت. وغير هذا كله، مواقع التواصل الاجتماعي يعني عجت بهذا الخبر، يعني فعلا من غير التعليقات والمواضيع اللي صارت عليه، يعني الله يساعده. طبعا اكو حد ياكل فرصة عمره، يعني زين من جلط هو هسه، يعني حس نفسه اكل 2 مليون دولار. زهر المفروض جالي هسه الحموضه تبقى عنده شهرين. طبعا انا اشوف الغرابه، اعتقد هي من الاسماك النادره، لذلك يمكن يصل سعرها لهذا الرقم الكبير، وانا اعتقد شويه ايضا هم مبالغ فيه، لكن هنالك من يقدم هذه الاموال لمثل هكذا اشكال، اعتقد راح يحنطها او يبقيها يخليها بمتحف. دا اشوف يمكن يعني حلقها فمها كانما منقار، يعني تابع نوع من انواع الطيور، اما هي سمكه، يعني من يعني ما شايف السمكه، يعني حلقها يكون مثل المنقار، منقار الطيور احنا نسميه بالعاميه. فالله يكون بعونك يا حبيبي. على العموم انت ايضا حصلت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تجني من بعدها يعني بعض الاموال، ممكن الصوره يبيعها نفسها يعني بالكثير، يعني شويه اقل 5.5 المبلغ دولار هنا تنباع. على العموم هذا الخبر الثاني الجميل اللي هو طريف، اعتبراني